السلام عليكم، حياكم الله جميعا في الحلقة السادسة من تختيم لعبتكم المفضلة مونتان بليد بانلورد، ونستكمل فيها أحداث قصة ماركوس في مود ريلم اوف ثرونز في عالم جيم اوف ثرونز. زي ما شفتوا بالحلقة اللي راحت شنينا هجمة كبيرة على الوايلدينجز وأخذنا تقريبا أغلب دولتهم، وحاليا حنا في أحد القلاع اللي خذيناها. هذا ماركوس يشيك على أمور القلعة، يقرأ الرسائل، خاصة الحين ان ايش اسمه ستانس قريب. هذا مين؟ اوه بنجن ستارك، هلا حبيبي بنجن، وش حالك؟ عساك طيب؟ والله عليك شنب سكسوكة قفل سبوكة. فحاليا خلاص اتوقع الحلقة هذه راح ننهي على الوايلدينجز، باقي لهم مدينتين وقلعة. بس خلونا نشوف نتمشى في القلعة الجديدة اللي اخذناها الكلية الكلية نوعه. الله الله وينتر از كامينج، الوينتر والله ماركوس وهو يجلد في الوايلدينجز ويجلد في الوايت وولكرز، هو الرعب. طيب خلونا نطلع الان، نبي نروح نشوف الخريطة ونرسم لنا استراتيجية. طيب نطلع من المدينة، نبي نروح نشوف باقي لهم مدينة ثن، فورست فان كام، وفروزن شور، مدينتين وقلعة، امور سهالات. المدينة الثن لحالها هنا، فلو اتوقع لو خذينا مدينة الثن خلاص نجي نتحاشر معاهم عند الجسر هذا، ما يقدرون يدخلون علينا ولا نقدر ندخل عليهم، كذا نأمن وضع المنطقة اللي على اليمين. فيبغانا ننطلق على الثن على طول، نحاول ان ناخذها. فبسم الله توكل على الله يا ماركوس. معي جيش بنجن ومعي جيش ديمون بلاك فاير. ديمون بلاك فاير استوعبت انه هو اللي كان مع الجولدن كمباني في الرواية طبعا، ما هو في المسلسل، اللي هو فارس اصلا شغال عليه من اول انه يبغاه هو الوريث. طيب نقول ان شاء الله نثن عدد جيشهم لا باس به، 700 اووو اكثر مننا ب 200. طيب يعني يليق 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 معركه ضخمه. نحط الابراج حقتنا ولا لا بدون الابراج، بس نبدا المنجنيقات. يبدا الرشق الان، بسم الله يلا ارشقوهم، هدوا المنجنيقات وهدوا الاسوار. طيب نهد المنجنيقات، الحين المنجنيقات صارت او بي في اللعبة الدفاعية. طيب حلو حلو يا ابوي، ايش السالفة؟ شو يبنون بسرعة؟ والله بنائهم سريع مرة. بنركز على الجدران، سرع سرع. حلو حلو، هد الجدران الله يهينك. ممتاز ممتاز، كسر الجدار الاول، الجدار الثاني على شكل انكسر، خلاص انكسر الجدار الثاني. طيب الحين احنا صباح امورنا زينه، بسم الله نشن الهجوم. او صار 400 بعد القصف اللي صار. حطهم اوتو ريدي، يلا تقدموا. فرسان السيف نتقدم، تحداكم نشوف من هو اللي فيكم مخضرم. المقوله هذه انقالت في اي لعبه، فرسان السيف نتقدم، كذا كلمة أيقونية مشهورة في لعبة معينة يتكلمونها بالعربي زي كذا. هيا هيا يا رجال. وش بعد في جملة ثانية أيقونية في نفس اللعبة؟ أمنيتك أوامر أو شيء زي كذا. يا سيدي. طيب جبهة اليمين ضعيفة، الجبهة اليسار أوكي فيها عدد كبير، جبهة اليمين لا. طيب نبي ندخل نقتحم الدنيا. في صوت زومبي، بعد وينهم دول؟ ها ارحب، ايش فيكم متزبنين؟ ننزل لهم عرجولنا. ماركوس فيرست اوف هيز نيم، تعالوا. لا تصد يا ورع، انا مو الغيت الاعدام، مو الغيت الاعدام. يبغالي اشيل المود بشكل كامل، هذا ضروري، يبغالي اشيل المود بشكل كامل. لا 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 لا. طيب ابى انطلق هنا وافتح البوابه. زحف 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 زحف، شطف فيهم، شيل شيل. نفتح البوابة، صك صكوا على البوابة، صكوا على البوابة. أبغاهم يصكون على البوابة الثانية عشان نفتح هذه الأساسية، لأن البوابة الثانية سهل تكسيرها، لكن البوابة الأولى هي اللي غثى. فت يلا يلا تعالوا تعالوا. حلو اللي بعده، وين رايح؟ لا البوابة يا كلب، انقلع، ارجع افتحها. اي خلهم عادي، خل البوابة هذه نكسرها بنفسنا.
اكسر يا ماركوس، كسر ماركوس الحالة يشيل البوابة. يلا يا ماركوس شيل 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 شيل. خلاص احس اني طفشت من الثلج، مو ورا الجدار. نبغى ننزل جنوب، بنسوي فعاليات في الجنوب. يلا 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 تمام. طيب خويانا جالسين يقتلون، قتال لا بأس به. لا لا بيسكون البوابة. لا دخل ادخلوا خوياي، والله سكوا البوابة، شكلهم سكوا البوابة، شكلهم سكوا البوابة. اي والله سكوها يا الذين. افتح الباب. ارحبوا تعالوا اخويا، وصلوا هنا خلاص. ماشي المعركة بس دف الوقت. هذول من وين جو ذول؟ مدير طارد. حنا اللي صرنا مدافعين. حنا اللي صرنا مدافعين. من وين جو ذول؟ شو الغباء الاصطناعي ذول؟ شيل شيل يا مدير، شيل شيل قص الرقبة ده حقته. طيب نبي نحاول نطلع شوي كذا. ايوه هذولهم. من وين جو ذول؟ صد القذر، صد. لا تصد يا ورع. حلو 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 حلو. قتال كله برا القلعة. تعزات حقتي جت. حلو سرع المعركة. معركة منتصرة بالراحة. معركة الحصار ماشي، صاير مملة. اول والله كانت ممتعة، صايرة مملة، ما في اي شيء جديد. شيل شيل. هنا ورا في 13. هذا من ذا؟ هذا وايت وولكر ذا. شوفوه. شيل. تخيل لو جمعت جيشي من ذول، احس بيصير جيشي مرة قوي. شيل شيل يا مدير، شيل. خلاص توقع المعركة. كم باقي لهم؟ 12. سرع يا وحش. انتصرنا. طيب خسيرنا كم؟ كتوتال 81، لكن جيش الحالة 22. بس 81 والله يعتبر كثير، يعتبر كثير كثير. طيب اعطني كل الاسرى اللي عندك، نحطهم داخل المدينة. لا لا نلفل جنودنا، نلفلهم بعد من نشوف اللوت. ولا حتى اللوت اعطنيها. ايوه ديكريس تيك مارين دمج. هات هات البانر هاته. طيب حلوين حلوين. اللوت لا باس به، عطنا اللوت كله. نبغى نبدا نبيع، نبغى دراهم. طيب حلوين حلوين، رتبنا امورنا. نبغى ننتظر التصويت بس يجي، نشوف من اللي ياخذ المدينة، من سوف ياخذ المدينة. عندنا نبغى نشوف هذا كم عنده مدينة، كم عندك مدينة انت؟ واشوف الكلان حقتك. معليش شوف الكلان حقه، عنده قلعتين. وانت كم عندك؟ عندك مدينة، لا عندك قلعتين برضو. وانت انت جيش جورا اتوقع عنده كسر بلاك. يب عندك كسر بلاك تكفيك يا حبيبي. طيب نعطيه هذا، هذا يحبني 100%، هذا ما يحبني. خلينا نعطيه هذا. تفضل تفضل تفضل. احس اني بديت اعاني بشكل كبير من الانفلونس، فيبغالي ازود الانفلونس بشكل كبير. نحرص ان نزوده. طيب كذا خلاص، خلنا على طول نروح نوجه على جهة الجسر. خلاص المعارك كلها بتصير في الجسر هذا، لانهم هم خلاص حرفيا حشرناهم في الجهة اليسار. جهة اليسار امورها زينة. تصويت ايش؟ ميك بيس؟ نوب. لا راح ندفع 260 انفلونس. ممنوع السلام، ممنوع. والله 367 وايت. خلنا 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 نغنغ عليهم. تعالوا تعالوا بسم الله. هلمو هلمو، شوف كيف نلقطهم بلسهم. ارشقوهم. تعلم 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 يا منتجين المسلسل كيف تقتلون الوايت ووركرز، مو مطلعين لهم برا القلعة. حلو 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 حلو. خيالتي انطلقوا.
اشغلوهم. تلقيت تلقيت، ارسل المشاه دامهم قربوا، امسكوهم يا المشاه. حلو، يلا يبدا القتال. ممتاز ممتاز، شيل شيل يا ماركوس. هذا واحد منهم يا اخي، دمج عليه قليل. كيف ادمجه؟ كيف ادمجه؟ انا ودي اروح اشيل هاي داوس برضه اللي موجوده، بس مره دمج عليه قليل. هل لازم توقعون انه اوه زي المسلسل لازم تاخذ فاليريان ستيل عشان يتدمج؟ حركات علمني حنا واقعيه. شيل شيل، يصيرون هذول ابو كلب تشيلهم الاسلحه العاديه، لكن هذوليك لازم فاليريان ستيل اللي هم الكبار ذول. خلني احاول اشيله عن خيله. قاعد ينحاش، تعال يا زلابه. اتوقع اذا شلناه عن خيله انحاش وخلاص انتهت المعركه. انتصرنا، النصر. 18 واحد مات، مشكلة مشكلة. طيب نبغى نروح نشيل القلعة أول شيء، نحس القلعة أسهل. هذول قاداتهم، خلنا نروح نطب عليهم. هلب، بكل سهولة نقشعهم. شيل يا مدير، ممتاز. عطني الأسر اللي معك وعطني اللوت. خلاص تمام التمام. هنا في مخيم للوايت وركرز، ما احنا مهتمين فيهم. الوايت وركرز اتوقع اني بصير ارجع افرم عليهم، انا عضعضهم عرفتوا؟ يعني اني انا قوي مجهز لي جيش. تعال ده وين راح؟ انت تطارد من؟ الجيش بطارد الجيش ذا. تعال 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 تعال، وين رايح؟ تعال عند دادي ماركوس. دادي ماركوس يبغاك. هل بكل سهوله نقشعهم. كم خسائرنا؟ 13. حلو حلو. قلعوا، نبغى العلاقات معهم ترتفع. ما ندري ممكن نضمهم بعدين، في الغالب ما راح نضمهم كلهم، بنضم مجموعة اكيد منهم. تمام. طيب نبغى نروح كاسل بلاك، انا احس ان معي اغراض كثيرة وسجناء وجيشي مصاب. خلينا بنروح نرتب امورنا هناك. طيب اول شيء نبغى نبيع اغراضنا، بيع الاسلحه، بيع هذه، ثم نبيع الملابس. اوح الملابس مره مره تسوى الملابس، نبيع الملابس لحالها سالب 19000. هيا عطني طيب اكل نشتري من عندك. وش بعد تعطيني؟ عطني الخيول السريعه، عطني اياها كلها عشان نصير سريعين. ممتاز ممتاز. طيب بس ما اقدر ابيع شيء زياده، سوي دن. نروح للتافرن نبيع كل ايش يسمونهم الاسرى. بنفر على القرى شوي نجند، نجهز لنا جيش. طيب جيشنا كذا لا باس به. نبغى نمر بس على القرى اللي قدامنا عشان اللي معي يجندون. يب نبي نروح للقلعه، نتخلص من القلعة بسرعة، بعدين نروح على المدينة الأخيرة. وكذا نصير قضينا على الوايلدينج بشكل كامل. قضينا على خطر الشمال. هذول وشهم ذول؟ وايلدينج ذول؟ يا بيبي مع الوايلدينج، بس لون شعارهم كذا شوي خرشني. طيب يلا وجه على القلعة، دايركت، لا تهتم بأي أحد، لا يمينك ولا يسارك. يلا يا ماركوس. حلوين حلوين، 418. لبنا المنجنيقات وحاصرناهم، راح ينقص عددهم. نبني المحطمة ثم نبني المنجنيقات ونبدأ الحصار. حاصر حاصر يا مدير حاصر. بسم الله. طيب هذا احنا جاهزين، خلاص خلاص. اوبا طيب حلوين حلوين، حط المنجنيقات كلها ويبدا الرشق الان. ارشق 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 ارشق. هذول وين يرمون؟ اوه جدران. تصميم الجدران غبي حاطه هناك.
طيب هدادي ننتظر الصباح بس يجي، حب معارك الصباح انا. هدادي يلا بسم الله هجوم. بسم الله يا ساتر، شوفهم شوفهم طالعين مع اسوار، اسوارهم مكسرة، اتوقع اسهمي راح يبدعون ويلقطونهم الحين من فوق. ترى عددنا متقاربة، والله هم 400 وحنا 200 حاليا رسبون. ايه رسبونوا لنا 200. طيب انا اثق بس ما رسبونوا لي الاسهم، الاسهم هي النخبة اللي عندي. طيب لا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة الأرشر نحط ولا خلهم زي ما هم خلاص. هاي أبدأ تلقيط فيهم، يلقطونهم تلقيطهم على الأسوار. تعرفون اللي مكشوفين موف موف من جنقاتي ما تسوي شيء ترمي. حلو حلو حلو، اقتحموا جنودي يلا. شايفين الاسوار؟ الاسوار كلهم متلقطوا من الاسهم. باقي الجبهه اليمين، الاسوار اللي على اليمين مليانين هناك، على اليسار خلاص نظفناهم. دقيقه، في جنود هجموا يمين ولا لا؟ المفروض في كسره يمين. حلو حلو، في جيش هنا ممتاز، في كسره هنا وبرضه تلقطوا على الاسوار. طيب نبي ندخل، نبي ندخل. اوه والله في نخبه هنا في الوايلد، في حركة بجربها، جلتش يسوونه، تسوي كذا وتطلع يمين على السور، ما ادري كيف يسوونها. كذا 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 ماشي، ما عرفت اسويها. طيب تعال تعال اجلد، بنقتحمهم من الجنب. زحف زحف يا قوي يا اهبل، نظف المنطقة، شيله شيله ذا. اوه صديته، طلع الفاس صغير، منطقة ضيقة. ايوه القم. طيب بسم الله. لا ايوه يا اخي، ابغى اشيل هالزفت هذه. يلا يا ماركوس، نحتاج فزعتك يا ماركوس. يمه لا لا لا، خلوني في حالي خلوني في حالي، فكوا دروعكم. طيب فكوا دروعكم. يا بزر انت وياه. حلو ارفس، ايوه حلو، فادتنا الرفسه. الانيميشن هنا انقذنا، ايوه يقلل الدمج شوي، يزحفهم عننا. ارفس، حلو حلو، اعدمه اعدام، ممتاز ممتاز. طيب بنطلع على الاسوار الان، ننظف على الاسوار. هلو هاو ار يو ارشرز، الاول الثاني نبغى الثالث، الثالث الرابع صدها، الخامس السادس. يلا 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 ورع. اوحو والله كفو، ضربت صدته. طيب جنودنا جالسين يتلقطون بشكل ما هو بصاحي، خسرنا في المعركة خسائر أكثر من المتوقع، فخلنا ننظف الجبهة دي، حاول ننظفهم عشان أخويانا يخترقون. ولا حاول أروح أفك البوابة، إيش رأيكم؟ أنا الآن بعد المعركة دي لازم أروح أكنسل عشان لا أنسى هذا، لازم أكنسله. تشوفون النخبة، في نخبة هنا، نخبة من وايلد إكس. يا ابوي مو معقوله كل قتل انيميشن، مو معقوله. تدرون حاطه كم عيال؟ حاطه 5%. انتم متخيلين كل هذه القتلات 5%؟ يا ادمي الله يكره الواحد في القتل. خلاص مودك زبال يا ادمي، مودك زبال. وعاد الصدق انا محملت الموت، تدرون ايش كنت احسبه؟ كنت احسب الاي اي هو اللي بيضارب زي كذا. يا ولد خسرنا الجبهه ذي، الجبهة ذي هم أكثر مننا. بقى النخبة تشوفون، ماركوس يبقى لهم، ماركوس ينظفهم، ماركوس ينظفهم. الله الحين الانيميشن، لا الانيميشن الحين انقاذ. جا
جالس اركز على واحد عرفته. شيله حلو هذا جالس يتلوى تحت. حلو ماركوس الاسطوره بقى الحالة. تعال انت درعك تعال. حلو جت التعزات دفعه الجديدة. اصيب ماركوس اصيب ماركوس. لا جالسين يضربون بسرعه يا جنودي. Do something. طيب خلنا نسين عرج الحين. مشكلة كيف اوصل الاسهم. لا تقول جبهتنا الثانية خسرناها بعد. لا لا كويس. حلو 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 حلو. اقتحموا اقتحموا اوصلوا الارشرز. في جيش نخبة حتى هناك. في دفعة نخبة. هذول اذية. فك الباب فك الباب فك الباب. حلو فك الباب الاول. حلو فصخناه من قوة الضربة تفصه. خلاص كذا اقتحمناهم بكل سهولة. ماركوس يعرج وفكينا الباب. حلو الله انتصرنا. ماركوس تعب. لا لا حلو حلو انيميشن العرجة ذي والله. في اسهم ملقطة فيه من كل مكان. كم خسرنا؟ 121 ماتوا. والله خسائر كبيرة الصدق. طيب عطني كل الأسرة اللي معك وعطني كل اللوت. طن 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 طن. إلكشن على طول على طول تصويت. شو ميرسي. لا ما أبغى أخذها. أنا بشوف التصويت يعطونها مين. خلنا ننتظر التصويت. أوكي جاء التصويت. حلو على طول جاء. طيب نعطيها مين؟ نعطيها ابو كسل بلاك. ما معاه الا مدينه واحده. هذا معاه ثلاثه والثاني هذا معاه ثنتين. ابو كسل بلاك معاه واحده بس. معاه كسل بلاك. كسل بلاك قويه وتسوى بس خلينا نعطيه يستاهل. يلا قلعه. يلا يلا يستاهل يستاهل. طيب بعد ما تعالجنا نبغى ننطلق الى القلعه الاخيره ونقضي عليهم. والله في وايت ووكرز واجد واجد. الحين لو وحدنا الشمال خلاص راح يبدون ربعنا يجلدون بذول. طيب هذول هذا فتاتهم. خلنا نرغمهم يعطونا جنود. اعطونا اعطونا جنود. او شكلي بنادي معاي امراء. نتوقع جيش المدينه الاخيره بيكون ضخم جدا. بيكون جدا ضخم. الله 400 هنا وايت وركرز. يا ساتر. جيش هاي والله 700. طيب يبغى لنا نادي امراء ضروري. ضروري ضروري نادي امراء. طيب زود هذا. مين اقرب ناس عندنا؟ هذا يوم والله كلهم بعيدين. طيب نبغى اكثر عدد. عندنا هذا قائد المورمنت. عندنا بون. عندنا ذا ذا. وين جون سنو؟ ليه ما اقدر انادي جون سنو؟ وات؟ والله جون سنو مو موجود. غريبة ليه؟ ايه جون سنو كينج اوف ذا نورث. اي ام جون سنو. جون سنو اوف ذا نورث اوف ذا سنو. غريبة ما اقدر اناديه. بشكل ما عنده جيش. شكله منجلد مندق على خشمه. طيب راح نبدا نحاصر المدينة. حلو الله عددهم 900 يا ولد. تو ماتش. لا لا يبغى النادي زيادة. ليف ليف ليف. نبغى النادي زيادة. كل الجيوش اجتمعوا. كل جيوش خلاص. هذه المعركة الأخيرة. هلموا خلهم يقربون. أيوة وصلوا وصلوا. حلو خلوا خلوا جنودي في حالهم. اكسبكت شيلد سرندر ويشيل ميت ات ذا فيلد. اوكي دول دول دول. اتوقع نفتك من المعركة. تعال واجه ماركوس. فيرست اوف هيز نيم. هي 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 هي. ماركوس ما يمزح. يبغى لي استفيد من الميكانكس حقت الدول ذي. اذا وجهنا جيوش كبيره كذا نخليهم يستسلمون. كابتشر ذا انمي. حلو في جنود هنا. اعطني الاسرى اللي معك. تمام اعطني اللوت الاكل. نبغى لنا راح نقود جيش كبير الان. اوكي هلمه. كم صار عددهم؟
يا ساتر 1300، يا ساتر يا ساتر. هلم هلم يا جيش، الله يستر لا يطلعوا اللي بس. طيب المنجنيقات، حلو حلو، بدأت تجتمع الجيوش عندي. يلا يبدأ الرشقة الآن، هدوا لي الأسوار كلها. الجيوش كلها اكتملت، حنت 947 هم كم صاروا؟ اوه قلوا مع القصف يقولون، مع الضرب ذا وهد الأسوار بيقولون هد الدنيا هد الدنيا. يلا خلنا نزود، نضحي بالانفلونس حقنا. المدينة الأخيرة، حلو هدينا الجدار الثاني الآن، خلاص هدي المنجنيق ذا، هدي المنجنيق الثاني، ننتظر إلينا الصبح. أوه شيت ما معي أكل، أوه شيت I have no food. طيب يبغالي أدخل المعركة ضروري ضروري الآن. طيب نبغى نتأكد من جنودنا، نلفلهم، حلو ناخذ الأسرة كلهم اللي معنا، أي شيء أي عدد نلفل حنا. وش في عندنا الآثلك لفلنا فيه؟ اندورنس ولا هذا بيزود نقطة اندورنس، مرة كويس. اوفر بيرن سبيد والله حلوة ذي، بس لا خلينا نرفع الاندورنس، احلى نقطة اندورنس زيادة مجانية. طيب هذه المعركة بتكون عنيفة جدا جدا عنيفة، فنقول بسم الله. وهذه هي المعركة الأخيرة ما وراء الجدار لتوحيد الشمال مع الجدار، وكذا يصير لو وحدنا الجدار خلاص مهمة النايت سووتش تخلص، وكذا قضينا على الخطر اللي بالشمال. خاصة ان الوايت وولكر الى الان يعني عددهم ما هو خطير، على كلام واحد انا توقعت الوايت وولكرز كذا محطمين عددهم انه مرة قليل زي كذا، لكن في واحد قال لي لا، قال لي اذا وحدت الشمال راح يتغير الوضع. فهذه هي المعركة الأخيرة، معركة ليلية، والله مو ليلية والله على قمرة صدق، جاي الأجواء فيها حلوة جدا. فا تقدموا، وينش ما في الأسوار عليها؟ ألا فيها هنا مجتمعين على الأسوار. طلقوا في صوت زومبي وينه؟ آه يتلوى جندي، لا يا ماريو. قدموا المحطمة، يلا يا ماركوس قود الهجوم بنفسك. هنا في فتحة، الفتحة الثانية وين هي؟ معقولة ما حد راح مع الفتحة الثانية؟ والله ما في فتحة ثانية، والله ما في فتحة هنا، ممكن الجهة الثانية بعيدة ممكن. طيب تقريبا الجبهة هذه اللي بتنصر، لأن هنا البوابة بيكسرونها و وعلى طول بيدخلون يجتمعون مع بعض. خلينا نشوف في جبهة ثانية، هذا المعقل الأخير للوايلدينجز. يا ولد معقولة كسرت جدار واحدة بس؟ ما في كسرة ثانية؟ غريبة، ممكن من هنا، ممكن من هنا في كسرة في شيء، أنا ما أدري عنه. في طريق منه، في درب. إي والله في درب. جوا القلعة ذا؟ إي والله درب القلعة. ندخل. غريب ذا الدرب. أرحب. أرحب. تعال. اقتل. إعدام. اقطع راسه، ممتاز ممتاز. الجبهة هذيك ماني خايف عليها لان في محطمة وفي فتحة. طيب هنا ينضربون، ساعد جنودنا، يلا شيلوهم، اقتحموا القلعة. يا اخي زي الفكرة ذي مرة حلوة، يا اخي كثروا منها في المبات الثانية. طيب تعرفون اللي في عدد بسيط يحمي من هنا، حلو حلو، لان زي ما انتم عارفين المعارك الحصار انت مرة صعب انك تشارك فيها. وات وات بقيت لحالي. ماركوس دو سمثينج، دو سمثينج ماركوس ولا بتموت. المعركة الأخيرة مال أمها داعي أموت. فكوا دروعكم، حلو حلو بقوا اثنين، ممتاز. الانيميشن لا فادري فادري الانيميشن مرة. ارفسه، لا لا بموت، لا لا انقلعوا انتوا، يا انقلعوا. حلو شلنا باقي واحد اخير،
والأخير ذا بيذبحنا، عارف الحركة ذي، أنا عارفها. الله أعرف حظي الخايس أنا. تسعرج. أوه شفنا. بس جالس أعرج. إذا برجع برجع على خيالي. أبرك على خيالي. طيب. خلاص كنسل الخطة، كنسل الالتفاف. ماركوس يعرج. أوه كويس خيالي هنا. يلا. نطرق منك على الجبهة. شوف كيف الوضع، نشوف جالسين يموتون من النواجذ. والله طلعوا لنا، وش عندهم استفحلوا؟ وش عندهم استفحلوا؟ الوايلدينغز ورع انت وياه يا ولد. جالسة تصير اشياء غريبة في المعركة الأخيرة، منطقة جديدة انك تدخل معاها، وهذول طلعوا برا صارت معركة لاند يا ولد. والله طلعوا لنا برا يا كثرهم. منجنيقات سووا شيء. جيش اللي ورا وش يسوي ذا الارشر؟ انطلقوا انطلقوا يا بابا يا ولد. شو السالفة؟ ارشرز بومن رقم 7. تعالوا 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 يا البومن، تعالوا تعالوا يا البومن، تعالوا وقفوه كذا كذا. تبدون ترشقونهم كذا، تنظفونهم لي بسرعة. وقفوا ابارت يلا انت وياه بسرعة 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 بسرعة. الحين بقلب المعركة. تحرك انت، يمكن عشاني ما سويت اوتو دخلت المعركة على طول، صارت التقسيمة غبية. واقفين اللي ورا بعيد ما هم قادرين يرمون، الحين يقدرون يرمون. نظفوا اللي قدامكم طالعين برا، ونظفوا على الاسوار، لا تخافون من احد، خلوهم على اسوارهم بيتلقطون. شيل شيل يلا شيل. حلو 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 حلو. بدينا بدي يقتلون واجد. شوفوهم طالعين برا لنا، يعني حرام عرفته؟ مرة حرام. حتى ارشر دور ودي اناديهم. والله تلقطنا كثير، مرة كثير تلقطنا. الغلبة ابدا ما هي بلنا. يلا يا ماركوس قود المعركة بحنكة. نحطم اشطر لها. كسروا البوابة ولا لا؟ شيل شيل شيلوا 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 شيلوا، اهم شيء اللي تحت. حلو جو ارشر زيادة. الارشر اللي هناك جالسين يتقدمون. ممتاز ممتاز ممتاز. ارشقوهم خاصة اللي برا، ذول اللي طلعوا لنا برا الزفت. حلو. جنودي تعالوا تعالوا، انا عندي تكتيك. جنودي وقفوا هنا بسرعة، وقفوا هنا وقفوا هنا. لا تشتبكون، خلوهم يطلعوا لكم، خلوهم يطلعوا لكم والارشر يشيلونهم. ليش تتعبون نفسكم؟ ليه تخاطرون؟ خاصة الحين بقى ولابو كلب، نوعية لابو كلب من الجنود المشاة، عرفتوا؟ خلاص شيلد وول شيلد وول، شيلوا على الاسوار. صار لهم اختفوا ولا وش؟ كم بقى؟ لا باقي عدد، وينهم؟ هذولهم هنا. طلع الشيلد. ها ها يا بزر انت وياه، ما انتكم تطلعون؟ اطلع انت وياه. وعدهم واجد. خل الاسهم جالس تلقطهم من هنا. زين طولهم بالاسهم من هنا. خلنا برضو نسرع المعركة مرة واحدة. بيتلقطون. جالسين يموتون تشوفون؟ جالسين نذبحهم على الفتحة. من ذول راح انتحروا؟ ايوه اطلعوا 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 اطلعوا، شيلوهم 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 شيلوهم. ممتاز ممتاز ممتاز. تنتيف تنتيف تنتيف. تلقطوا صح؟ يب. جالسين يطلعوا لنا. الجيش الارشر الثاني اتوقع خلص اسهمه، وجالسين يطلعوا لنا والاسهم جالسين يلقطونهم. حلو 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 حلو. ممتاز. اللي بعده. هذه استراتيجية كنت اسويها زمان في اللعبة الاصلية. تاخذ لك كذا جنود عدد بسيط مرة، 10 15 20 كحد اقصى، يكونون نخبة مدرعين. واوقفهم قدام. واجي انا استفز هذول يطلعون، وفي عندي جيش ارشر كبير ورا يرميهم. خلاص ما بقى لهم احد. اتاك كله اتاك يلا. يلا يلا. بقى كم؟ بقى واحد بس. النصر. وانتهت المعركة الأخيرة وانتهت المعركة الأخيرة.
النصر لنا. يا ساتر والله خسرنا واجد. 225. يلا يلا ننهي المعركة. وكذا وحدنا الشمال. لا نفككم من الأسر عشان تحبونا. لعل وعسى تنضمون معنا. لعل وعسى. ما أتوقع بينضمون معنا كلهم. احنا صدق ما احنا مهتمين ينضمون معنا كلهم. الله يسلمك. سترينجر. اوه سترينجر. يور هيلب واز ويلكم سترينجر. طيب نبي أكل نبي أكل الصدق. نبي أكل وهلا باللوت. هات اللوت كله. شو. خلني أخذها وزعها أنا مكان ما أبغى. ممتاز ممتاز. طيب رتب أمورنا. يقال في أقصى الشمال أن الذي سوف يهزم الموت السائرون ويدحر الهمج ليس إلا الملك الموعود الذي سيوحد الممالك السبع. وها هو ماركوس المروض يقف على السور ويتذكر تلك الأيام التي كان يقاتل فيها كقائد شريف تحت راية ستانيس براثيون قبل أن ينفى إلى الجدار حيث لا يوجد شيء سوى الصقيع والهمج. يقف وهو يتذكر كل من كان سببا في معاناته. يتذكرهم كل ليلة باردة ويتوعدهم بالانتقام. ذلك عندما يسمع أصوات القلعة السوداء تفتح أبوابها. إنه رسول من ستانيس يطالبه بأن يسلم الجدار وحرس الليل إلى الملك الشرعي. عندها يستل ماركوس سيفه ويقطع يد الرسول ويقول له أخبر ستانيس وعاهرته الحمراء أنهم سيكونون أول الموتى تحت راية توحيد الممالك السبع. وهنا يا إخوتي تبدأ رحلة ماركوس في توحيد الممالك السبع بعد قضائه على الخطر ما وراء الجدار وإنهاء مهمة حراس الليل.